هنعمل دلوقتي مع بعض وصفتنا التانية للنهاردة، وهي حلى الشوكولاتة بالكراميل. قد ايه طعمه لذيذ، مش هتصدقوا لما تجربوه. ده للي ما يعرفوش، لانه هو يعني كتير معروف للناس اللي بيحبوا الحلويات، لانه حاجة قد ما هو بسيط وسهل قد ما هو طعمه حلو. طيب عشان نعمله عايزين ايه؟ عايزين 7 شوكولاتة بالكراميل، اللي هي ده بيكون شكلها او اي نوع بتفضلوه، اي نوع بتفضلوه. اوكي اهو. عايزين 2 كوب كورن فليكس، لو على شوكولاتة او عادي كده مش مشكلة. 50 جرام زبدة، وعايزين قوالب سيليكون صغيرة. طيب دلوقتي احنا حطينا الشوكولاتة بتاعتنا على النار، هنحط معاها الزبدة، 50 جرام من الزبدة، وهنخليها كده على النار لغاية ما الحاجات دي كلها كده تسيح مع بعض. خليها كده. ودلوقتي هنجيب بولة أكبر شوية وهنحط فيها الكورن فليكس اللي عندنا، وهنكسره شوية، هنكسره مش هطحنه أبدا أبدا أبدا، بس كده بس كده، تكسير بالإيد. تمام كده، عشان بس يبقى أسهل لما نيجي نشتغل فيه، يعني أسهل إن احنا نشكله، أسهل إن احنا نقلبه كده يعني. طبعا دلوقتي بقى الشوكولاتة هتسيح والكراميل هيسيح والزبدة هتسيح، وهيبقى الموضوع لطيف جدا. أي بقى، بصوا تقدروا تعملوها كور عادي خالص، وتقدروا تعملوها في قوالب، أسهل وأسهل، فزي ما انتوا بتحبوا. طبعا دي لازم تسيح، طبعا لو في مايكروويف كمان كانت ساحت اسرع واسرع، والزبدة سايحة وكله تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنطفي الفرن بتاعنا، البوتاجاز بتاعنا، وهناخد الشوكولاتة اللذيذة. يا جماعة بتقدروا تغيروا، لازم تقلبوا بس كويس عشان الزبدة تختلط، تقدروا تغيروا نوع الشوكولاتة زي ما تحبوا. اول ما تحطوا الشوكولاتة على طول قلبوا على طول، قبل ما ترجع تجمد تاني وما نعرفش ايه نحطها في ما نعرفش نخلطها مع الكورن فليكس. تقدروا كمان بدل الكورن فليكس تحطوا رايس كريسبي، برضو هتبقى لذيذة قوي مع الرايس كريسبي. ادي كده الشوكولاتة بتاعتنا جهزت. اهي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اي قوالب عندكم، او لو حابين تعملوها كور خدوها كده واعملوها كورة بالشكل ده او بالحجم اللي انتوا عايزينه، وبس تجمد يعني. بصوا دوقوا الجمال، بجد طعمها تحفة، لذيذ جدا. او ممكن خطيرة. حطوها بس في التلاجة شوية صغيرين، وهتلاقوها بقت ممتازة وجمدت بسرعة. خلاص اوكي، خلينا بقى نسيب دول شوية. عندنا هنا مجموعة احنا عاملينها اهي، خليني اشيل ده. ده القالب بتاعنا، لانه فيه في النص كده زي تجويف، فبنقدر لو تحبوا ان احنا نحط في النص شوية كراميل او توفي بهذا الشكل.